مكان تحياتي لكم. اليوم حاخذكم بجولة الأكل المجنون وين في تايلاند. حتشوفوا شغلات تتاكل أول مرة بتحسوا أصلاً ممكن إنه تشوفوها على أرض الواقع وتتاكل والناس عم تاكلها وتطلبها عادي تماماً. لهيك اليوم حاخذكم هالجولة هاي، ولكن حتكون قسمين. القسم الأول هو أكل الشوارع من الشارع الحي، والقسم الثاني كمان أكل شارع ولكن بطريقة راقية ونظيفة. لهيك تابعوا لآخر الفيديو عشان ما تاخذوا فكرة سيئة عن الأكل هون بتايلاند، لأنه فعلاً لذيذ. وطبعا اي حدا جاي هون سياحه على تايلاند وبده معلومات سياحيه بشكل مجاني او حتى شركه تقدم له خدمات سياحيه موثوقه، بنصحكم تروحوا على بطل السفر، حتلاقوا كل فيديوهاتي هنيك، بالاضافه يعتمد عليه هون بشكل 100%. ويلا هذا شارع رئيسي هون، هذا شيء اسمه بلاديوم او بلاتينيوم مول. على الزاوية حتى في عندك كي اف سي، عندك هذا المطعم الخفيف اللطيف الستري فود، هون بطبخ لك اياه بشكل مباشر امامك هون. شايفين هاي الجمبري، ولا مو جمبري صغير، جمبري على كيفك يا عيني ويا ليلي. والله الوضع هون بيس يا جدعان. هون عندهم موضوع البيض شيء اساسي في كل شيء، يعني عندهم البيض بحطوه مع الرز، بحطوه مع النودلز، بحطوه مع كل شيء. فحتى اتوقع توم يوم كان حيحطوا فيها بيض. وصل الاكل هلا، نتجربه وجبتنا كثير كبيره. هي النودل بالسي فود، هي هون توم يوم، هي هون صديقنا احمد من ام الدنيا مصر، This is like كروني from بنغلاديش، هو اللي دلنا على هذا المكان، وكله طالب اليوم سي فود وكله ضارب. يعني هذا الاكل كله كم كلف؟ اقل من 10 دولار، 9 دولار تقريبا، 35 ريال سعودي، اقل من 35 ريال سعودي، متخيلين؟ والله بلشنا بقى. سو جود، الاكل رهيب والله، مع التوم يوم كمان. واو الاكل رهيب. ايه الاخبار ابو حميد؟ جامد جدي. How is it? Good. الاكل هو السي فود يا جماعه، لا يفوت لا يفوت لا يفوت. هذا هو هون خوسان. هذا الشارع معروف انه الشارع يعني الرئيسي في هالمنطقة القديمة، وبالتالي بتلاقي فيه كل شيء بدك اياه، سواء مطاعم، كافيهات، بارات، ملابس. يعني يعتبر شارع رئيسي، وخاصة كل المسافرين بيجوا لهون. مثل ما شايفين هي هون مطاعم شعبية مباشرة. هاي هون بقى لو دخلت شوي، لانه صراحة الدنيا شوي فيها حرارة وقت الظهر، حتى اماكن صرف مصاري هون موجود. هاي كلها ملابس، مانجا ما مانجا، عصاير على 50 رنجت تقريبا، رنجت 50 بات، يعني حوالي دولار ونص. الاكل بتراوح تقريبا، شايفين شلون؟ هي هون بقى كل المكونات امامك، وهي مباشرة بتكون عم تطبخ من الناحية الثانية. اخذت الباد تاي، طعمة الباد رهيبة جدا لانه مليانة بالبهارات، وبنفس الوقت فيها شغلة مهمة حطولها كمان شوي من الفول السوداني، فالنكهة غريبة بس طيب. صراحة الباد تاي هون يعني تجرب في اي مكان، لذيذة وطيبة، وحتى يعني بتشوفها باسعار رخيصة،
والأهم من هذا كله إنه تايلندية أصلية. هذا هو وضع الشارع بالليل. هذا الشارع فعلاً لا ينام أبداً هون في بانكوك. مثل ما تشوف كل ما بتمشي بتسمع أغنية مختلفة، كل 10 متر أغنية مختلفة. بتكمل لقدام وبتلاقي بتدخل على الأسواق اللي هي تبع تشاينا تاون. هون بتلاقي أكل، بتلاقي كل شيء بدك إياه هون باختصار، حتى بالجملة وهالقصص هي كلها هون بتلاقيها. وهذا هون المدخل الرئيسي، هذا من الشارع. يعني هون تدخل أنت على عمق وأسواق التشاينا تاون. وعلى فكرة الموضوع مستمر لقدام كمان. هاي هون الشارع الرئيسي، هون هذا المدخل، تدخل بعدين بتكمل للشارع بالكامل. ولك أن تتخيل لسه لقدام. هاي هون الدوريان. تشاينا تاون سبيشال. It's really big. هاي هون بقى الأسواق. هون بقى بتعيش جو مختلف شوي. كلها شغلات صينية بقى على أبو موزة. كاتبين الأسعار طبعاً. الصينيين معروفين أنت بإمكانك تساومون دايماً. يعني هو محل مكسرات، هو محل سمك، والدنيا بيس وشغالة والوضع ولا أحلى. ويلكم لتشاينا تاون والسوق الصيني ألف. ول يعني الناس بتاكل هيك شيء يعني، والوضع بيس. والله غريب عجيب عندهم الوضع. يعني الصينيين صراحة شيء غريب عجيب. هاي الدمبلينجز. هاي بطة كمان. بس يعني واحد ما بيحس حاله أبدا إنه في ياكل هيك. يعني بتحس النظافة زيرو. طبيعي. والمناظر ما بتشحن. فهذا نحن وصلنا على هذا المكان. هذا يعتبر سوق ليلي، هي مثل نشاط، ولكن بالعادة معظم الأسواق بتكون بالويكند بالنسبة للأشخاص اللي هنين أصحاب البلد التايلانديين. ولكن هذا الشارع وهذا المكان بسبب أنه هو صاير حوالي منطقة تجارية وفيها كتير سياح بيجوا، فهذا موجود على مدار الأسبوع، بفتح من الساعة 4 العصر. هلأ حشوف شو فيه، ولكن أتوقع تجربة تستحق أن تجري عليها، حتى لو تجربه وتشوفه من يعني تعيش جو النايت ماركت هون. هاي هي هون الأجواء.
هذا بقى هون كله أسواق اللي بدك اياه بتشتري. هلا بقى حنروح نشوف الأكل، بس يعني هون بقى هي الأسعار كلها طبعا بالبات. Can we walk a little bit? Okay. هون بقى صار كله أكل، هون كله ملابس. طبعاً مش شايفين الأسعار، حوالي 350 يعني 10 دولار ل 18 دولار تقريباً. واو، طبعاً اليوم جمعة فالدنيا مولعة، زحمة شديد جداً، والوضع يعني صراحة طبعاً هون كل شيء بتلاقي حرفياً. جلديات، ملابس، أحذية، هذا كله بالنمط اللي هو اللي هو السريع اللطيف. وهذا كمان حلال فود. واحدة من الشغلات اللي يعني حتشوفها هون موضوع الحشرات والجراد المشوي والكريسبي. هون بتايلاند عندك هون أنواع الدودات ما شاء الله. العب العب يا عيني ويا ليلي. اوكي انترستينج. شوفون انواع الاكل بقى. It's like bacon. What's this? اوكي. هون بقى الجريل 25 يعني 1000 دولار. بيف لحمة مالا يعني لحم بقر. طبعا شايفين يعني هو صار أقسام، في قسم خاص للأكل. ليتل سبايسي. هذا هون كمان بيمكن يعمل لك قدامك سلطة فريش، تطلبه مباشرة وبسوي لك اياها امامك على الملأ. والله شغل جميل صراحة. هذا السوق الليلي سوق فاخر على الاخر يا جماعة. هاي هون الاطباق. هاي تبعتنا نحن اللي طلبناها اللي هي مع الذرة. خش لي على ايش؟ الاخطبوط. الاخطبوط يا باشا، الاخطبوط. اها هاي البيتزا اليابانية. هلا اي سوشي على الحبة ارخص من يعني اقل من 1 دولار، 20 بات يعني حوالي نص دولار تقريبا. شوفوا شيل وحط، وحتى في ب15 وفي 10 كمان. خش لي على الاستاكوزا. طبعا هي هون شيء اسمه الباد تاي، اكل شعبي معروفه. هي النودلز تبعتهم صراحه طيبه، بتنقي منها انواع، في بالجمبري، بالدجاج، بالخنزير، فانت بتنقي. ولكن اسمها باد تاي، شايفين. وهلا هون بقى اخذنا. This is May. Hi May. Welcome to Thailand. Thank you very much. So
ماي هون كانت موجودة معي و we choose this kind of Thai food, all local Thai food, right? Yes. So this one is what? Jellyfish with a squid and the octopus. And put the spicy sauce there. Spicy. We will see right now. And this one is salad. Corn salad. With the salt egg. And this one is like the pad Thai. Yes, everyone know this one. This one like. If you are hungry, just ask for bad Thai. That's it. So بعد ما خلصنا أكل بقدر أقول إنه الصورة كانت طيبة, bad Thai رهيب, ولكن الأكل البحري اللي هو هيك مليان شغلات هيك رخوة وما لها يعني مطبوخة ما كان كتير طيب صراحة. فيعني بدك تاخذ الموضوع على إيش, على مسؤوليتك. In Thailand, we call bingsu. But it's like a Korean. Yeah. هذا نوع من الايس كريم الكوري هون موجود. صاير مثل هيك شايفين شلون؟ خفيف وهيك ما بتحس فيه ابدا ب انه ثقيل او دسم, بالعكس تماما كثير خفيفه, ذكرتني بايس كريم اللبن. هون اسمها بينكسو. هاي هون بقى شيء اسمه سنترال وورلد, واحد من اكبر المولات. فحبيت اورجيكم شلون الاجواء هلا, مثلا الساعه هاي 4:30 العصر, انتو شايفين شلون الدنيا زحمة. هذا هون صاير قلب مدينة بانكوك الجديد او التجاري بقدر اقول عنه. وهي الاخ هون قاعدة بتلعب كمان بوراء الحمام. والله تلعب احترافي الولد. طبعا هذا المول فيه كتير شغلات. هاي سنترال وورلد, فيه هاي السوق هون هيك مثل سوق شعبي تابع للمول, شي مرتب. وبنفس الوقت عندك هون اكيد مطاعم معروفة, شكشاك والقصة هي موجودة هون يعني. وهذا هو الفيو يعني. هاي هم مطعم شعبي خفيف لطيف عشان تشوفوه بقى. طبعا اسعار طبعا تعتبر شوي سياحيه, ولكن هون شيء ظريف يعني, على الاقل تاخذ شيء حلال مكتوب. وبكون كاتب لكم الاسعار 50 كذا. هاي بمية الأمور البحرية مشوية على ال تقريبا. غير تقول هون صراحة المنطقة مرتبة, والأكل هون ستريت فود صراحة كتير مرتب مقارنة بالأماكن الثانية صراحة. الواحد يقول الحقيقة يعني. فاللي بده يجي يجرب نقدر نقول حتى هاي السمكة عندهم كتير معروفة. How much this one? 300 baht. هاي ب 300 تقريبا, برا بتلاقيها بحوالي 150 ل 120, ولكن أكيد مو بهالنظافة. هذا أكيد شيء يعني متأكدين منه 100%. فشوفوا شلون الأجواء لطيفة خفيفة صغيرة, ولكن بقدر اقول عنه كتير حلو يعني صراحة. هاي الدوريان هون الفاكهة مريحة. هاي هون بقى يا جماعة تعتبر يعني ماليزيا ممنوع تستأجر سيارة وانت بتاكل دوريان. ليش؟ انه ريحتها بتضل بالجسم لمدة يومين. فبقولوا كتير اكل طعمها طيب,
هاي هي الدوريان، ولكن بنفس الوقت ريحته بتضل يومين ثلاثة أبقوله مجاري، فطعم أبقوله طعم من الجنة وريحة من المجاري، ولكم أن تتخيلوا ذلك. ومثل ما شايفين يعني كله مرتب، كله منسق، هاي مانجا بمية، المي بعشرين، يعني هي برا حقها سبعة تقريبا، عم تحكي عن ضعفين ثلاث أضعاف، ولكن أكيد مو بهالرتابة هاي. شوفوا 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 الجمبري، شوفوا سوشي كمان موجود. هاي هون بقى الأكل التايلندي الباد تاي، هاي هون نوع المكرونة والنودو اسمه باد تاي، بسوي لك اياها مع الدجاج مع الشريم مع بدك اياها مع الكاليماري، بسويها قدامك طبعا هون بياخدها وبعدين بيطبخها مباشرة. شايفين توم يام سي فود بحوالي 200، طبعا يعني هي سعر حوالي 100 برا. شوفولي الشريمب هون، الجمبري يا جدعان، هاي الافوكادو، وهي الشغلات اللي توقع منشفة او هيك شيء. بقى لو دخلنا على المول لجوا، الشيء حلو هون انه حتى جوا المول في عاملين نمط هو ستريت فود التايلندي، ولكن الاكل الشوارع التايلندي ولكن بشكل مرتب. شوفوا شلون صراحة شيء ظريف، يعني كتير ناس ممكن تجي لهون تشوف اكل الشوارع ما يعجبها انه مو نظيف وهيك، بس الطريقة اللي عاملين فيها الامور هون لا راقي ونظيف ومرتب. طبعا الاسعار اكيد اكثر من الدبل عن الستريت فود العادي. شوفوا الفيديو الثاني تبع اكل الشوارع، ترى هذاك وضعه خاص، لكن هو الاسعار مش بطاله. يعني هون 5 بيسز ب 45 بات، يعني دولار ونص، مش كثير ابدا. ولك عندك تشكيله كبيره هون، هاي هون. والله عجبني المول يا جماعة صراحة، أنا عجبني المول جدا وبشكل كبير. يعني هون بقى الأكل، يعني صراحة أجواءه حلوة وفيه تشكيلات كبيرة من الأكل التايلندي. هاي هون مثلا أنت طلبت وجبة بسوي لك إياها أمامك بشكل مباشر. في هذا المكان اللي هو ستريت فود المرتب اخذت لكم هذا الباد تاي مع الكريسبي شريمب. كريسبي شريمب يعني الجمبري المقرمش، هو عبارة عن نوع من الجمبري صغير. صراحة اكل طيب بهيك مكان ظريف ومرتب، والله يعني والله شيء طيب، شيء طيب يا جماعة.